بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم ونحن نحتفي وإياكم بهذه الليلة الرمضانية في هذا الشهر الفضيل الذي تعم إشراقاته على كل الدنيا، ولا تجد مدينة صغيرة أو كبيرة تفترش بقعة من آفاق الإسلام الرحيبة إلا وقد غمرتها بركات هذا الشهر الكريم ونفحاته. هيا معا مع هذه الليلة الرمضانية، مع خير البدء، مع هذا الاستهلال العظيم، في تلاوة قرآنية مباركة مع القارئ الشيخ عبد العزيز شعبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إن القدر خير من ألف شهر.
شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وها نحن في هذه الليالي المباركات والتي يتشوق المؤمن والمسلم أن يعيش هذه الليالي وأن يصيب ليلة القدر وأن يغنم من نفحاتها، تلك الليلة التي تجلت فيها عناية الله العزيز الكريم ببدء نزول القرآن الكريم على رسوله الأمين، فعما إشراقه أفاق الفكر البشري ومحى جاهلية الاعتقاد وصحح مسيرة العقيدة بالحق والبرهان، ففي قصصه عبر وفي تشريعاته حكم بها تزكو الأنفس وتطمئن القلوب. هيا معا إخوة الإيمان والإسلام مع نفحات ليلة القدر مع الشيخ أحمد الغنام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنحن مقبلون على العشر الأواخر من شهر رمضان، وشهر رمضان كله منح وعطايا من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، لا يعلم الفضل منه إلا الله عز وجل. وفي هذا يؤكد ربنا تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الإلهي، إذ قال ربنا تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من هنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. السؤال الذي يطرح نفسه: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع كونه صلى الله عليه وسلم مجدا ونشيطا في العبادة وفي قيام الليل تحديدا؟ إجابة هذا السؤال يكمن في الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أو قال في الرواية الأخرى: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فما ليلة القدر؟ ليلة القدر قال ربنا تبارك وتعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. هذه الليلة أنت لا تدري ما قيمتها وما قدرها وما عظيم فضلها عند ربك تبارك وتعالى. ثم يخبر ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذه منحة وهبة وعطية من الله تبارك وتعالى لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المنحة باقية ما دامت الأمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المنحة تستلزم من هذه الأمة أن تغتنمها اغتناما عظيما، لأن فيها من الفضل ما فيها، وفيها من الثواب ما فيها، وهي ليلة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى أن التعبد فيها خير من ألف شهر. هذه الليلة سميت بذلك لأن الله تبارك وتعالى يكتب فيها المقادير،
الأرزاق والآجال والأحداث التي تلم بالعالم كله يقدرها الله تبارك وتعالى في هذه الليلة. قال ربنا: فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة اختصها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من قيام الليل، فقال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكون ليلة القدر من شهر رمضان، لكنه خصص من العام صلى الله عليه وسلم، فجعل ليلة القدر قيامها كأنك قمت رمضان كله، لأن الثواب في الاثنتين متوافق ومتوازن. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذا من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. بقي أمر أخير ينبغي أن ننوه عليه، لأن الناس يغفلون عنه في ليلة القدر، وهو أن الله تبارك وتعالى ينزل في هذه الليلة الملائكة ومعهم جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا الأمين، أمين الوحي الذي كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل مع وفد ربنا تبارك وتعالى الذين يرسلهم الله عز وجل في هذه الليلة، ينزلون بالرحمات والمغفرة والعتق من النيران لهؤلاء الذين يقومون هذه الليلة. فعلينا أن نجد وأن نجتهد في العبادة وأن نشد المئزر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجتهد في الطاعة وفي العبادة حتى يوفقنا الله عز وجل لقيام ليلة القدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص والقبول، وكل عام وأنتم بخير. إلى هذه الأدعية والابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ شريف خليف. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا ليلة القدر، يا ليلة القدر، يا ليلة فيها العطاء فيها العطاء وما أدراك ما فيها. فيها السلام من الهادي تردد ملائك نزلت والروح حادي. يا ليلة القدر، يا
فبه سدن الممالك قاصيها ودانيها ولتذكر إن نصر الله يجبهم كيوم بدر وحطين وتاليها يوم العبور قريب حينما هتفوا الله أكبر الله